نحن ينبغي علينا أن نحاول في كل عمل نقوم به أن نبحث في دافع ذلك العمل وفي باعث ذلك العمل، ونحاول أن نجعل هذا العمل متمحضاً لله سبحانه وتعالى. هنالك حديثان مرويان. الحديث الأول ينقله المحدث القمي رحمة الله عليه في سفينة البحار، يقول مضمون الحديث: إن الملائكة لتصعد بعمل العبد المؤمن، وهذا العمل يخرق جميع الحجب حتى يقوم الملائكة بين يدي الله تعالى، ويقول الملائكة لله تعالى: عبدك فلان عمل كذا من الأعمال الصالحة، ولعلهم مبتهجون بذلك. فيقول الله تعالى لهؤلاء الملائكة: أنتم حفظتي، ولكن لا تعلمون دخيلة نفسه، ما إياي أراد بهذا العمل. هذا هدف شيء آخر، هذا هدف أن يمدح في المجتمع، هدف الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: عليه لعنتي. الله تعالى يلعن هذا الفرد، فتقول الملائكة: عليه لعنتك ولعنتنا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا ينقلها المحدث القمي رحمة الله عليه في سفينة البحار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي يقول لأبي ذر، طبعا الحديث لعله واحد، أول ما يقرأ هذا الحديث لعله لا يستوعبه، ولكن الحديث يظهر معناه عند التأمل. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه. الفقه يعني الفهم، الرجل الفقيه يعني الفاهم. من هو الفقيه؟ لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر. يعني كلام الناس لا يكون ملاك للمؤمن، الناس مدحوه لا يهتم بذلك، الناس ذموه لا يهتم بذلك، الناس فهموا ما يهتم، لم يفهموا لا يهتم بذلك. الآن أنتو هذا النمل الذي يوجد في البيت، إذا علم هذا النمل فرضا أنكم عملتم العمل الفلاني، هل تفرحون بذلك؟ لا. إذا لم يعلم بذلك هل تحزنون لذلك؟ لا. علم النمل وعدم علم لا يؤثر فيكم لا إيجابا ولا سلبا. الفقيه كل الفقيه هو المؤمن الذي لا يرى للناس، يعني لعلم الناس في قبال الله تعالى قيمة. الناس علموا أو لم يعلموا، مدحوا أو لم يمدحوا، ذموا أو لم يذموا، لأن في الواقع المؤمن طرف معاملته هو الله تعالى فقط.